عايزين نروح لعضوه مجلس اداره نادي الزمالك الاستاذه نيره الاحمر ونبارك لها. استاذه نيره الف مليون مبروك، ده تعبكم وتعب جمهور نادي الزمالك وتعب اللعيبه. النهارده بنجني الثمار في بدايه الموسم، وان شاء الله يبقى موسم جيد باذن الله وكبير لجماهير نادي الزمالك في كل مكان. الف مبروك يا نيره. الله يبارك فيك يا كابتن صبري، ومبروك علينا كلنا، وبمسي على كل صفوف الكرام اللي في الاستوديو وببارك لهم كلهم، كلهم نجوم النادي، وانت طبعا يا كابتن محمد. وبجد احنا تعبنا جدا جدا فوق ما اي حد يتخيل، يعني كلنا 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 سواء مجلس اداره، لعيبه، جماهير، قناه، كلنا تعبنا، كلنا تعبنا واستحملنا ضغط غير طبيعي الفتره اللي فاتت، ضغط كتير جدا من اتجاهات كتيره جدا. بجد مهما اقول، لو هتكلم عن الجانب بتاع المجلس، اول حاجه احنا كمجلس اتضغطنا ضغط غير طبيعي، اتبهدلنا، اتهنا، كل حاجه ممكن تتقال اتعملت فينا هي اتعملت، واحنا استوعبنا واستحملنا وما كانش عندنا اي مشكله، لان ده واجب، واجبنا تجاه نادي الزمالك، فحق نادي الزمالك علينا. نيره ربنا اسمه العدل الحق، في الاخر خالص تعبكم اللي تعبتوه في صمت واستقبلتوا كم من الانتقادات من كل ناحيه. طول الوقت طول الوقت يا كابتن صبري احنا ما يأسناش ابدا، ما يأسناش ابدا. كان بيجي علينا ايام حرفيا احنا على وشك ان احنا يعني وعلى وشك ليه، احنا اوريدي حصل معانا كده. كابتن حسين تعب، كابتن احمد سليمان تعب، ناس كتيره جدا في المجلس تعبت، تعبت صحيا نفسيا، حياتنا الاسريه كلنا بلا شك اتاثرت، ومع ذلك كل ده في نادي الزمالك. وفي الاخر وفي الاخر يا نيره ربنا كافئكم النهارده، ربنا بفوز كبير، ربنا جدا كبير. وفعلا فعلا ربنا كبير زي ما انت بتقولي بالظبط. لعيبه رجاله، جهاز فني رجاله، سواء كابتن عبد الواحد، سواء جوميز، الجهاز الفني بالكامل، اللعيبه كلها، شيكابالا اللي بجد لم فرقته هو وعبد الله السعيد وزيزو وكل الفرقه، مش وعمر جابر، مش عايز انسى حد من الكبار يعني اللي لموا الفرقه واستوعبوا واستحملوا. وانا من هنا يا كابتن صبري انا مش بس يعني انا طبعا بشكر جماهير الزمالك العظيمه الوفيه اللي واقفه في ظهرنا طول الوقت طول الوقت على راسنا وعلى دماغنا من فوق، اللي سافروا وكانوا بيسافروا حقيقي، يعني مش بس السوبر الافريقي اللي في السعوديه، جماهير الزمالك دي سافرت اماكن في ادغال افريقيا ورا الفريق وقت الكونفدراليه، بجد هم على دماغنا من فوق. وانا ببارك لمجلس اداره الزمالك بالكامل، لجماهير الزمالك العظيمه والوفيه بالكامل، للاعيبتنا الرجاله اللي مش بس في كره القدم، اللي في كل الالعاب، اللي مستحملين ومستوعبين المرحله اللي الزمالك بيمر فيها، واقفين ومستحملين وواقفين جنب مجلس الاداره، ولاعيبه رجاله وبحييهم كلهم، مش بس فريق كره القدم اللي بجد يعني عملوا اللي عليهم وزياده، اتظلموا في بدايه المباراه وما يأسوش وكملوا، وانا كمان ما يأستش، بالعكس انا ضربه الجزاء اللي هي ما كانتش في محلها تماما، انا حرفيا انا جالي امل كبير قوي بعدها، لانه حسيت انه ربنا لا يمكن هيرضى بالظلم ده، لا يمكن. ضربه الجزاء دي ادتني امل على فكره، ما احبطتنيش خالص، صحيح ادتني امل كبير جدا. انا كنت في العاصمه الاداريه بتفرج على ماتش هاندبول، والله ما يأست، والله ضربه الجزاء دي ادتني امل، فالحمد لله. وانا ببارك لكم، مش عايز اطول عليكم، بس والله مبروك علينا كلنا، حتى القناه دي استحملت كتير قوي. انا لسه النهارده بقول يا نيره انا من الساعه 3 وعملوا احلى تغطيه في مصر بالزبط النهارده بالزبط. احلى تغطيه في مصر، والحقيقه كلهم كانوا بيشتغلوا بكل حب بلا منافس، بكل حب من غير اي هدف ولا اي حاجه. انا شفت امبارح والنهارده صحيح. القناه كلها وكل العاملين في القناه من مذيعين من 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 كل العاملين من انتاج من اخراج كلهم، ودايما بتشرف اني جزء من القناه دي حقيقي، انا بتشرف بيهم وبشكرهم على التغطيه المحترمه النهارده، ودي عاده قناه الزمالك. قدامنا يا نيره مصر كلها قدام نادي الزمالك وبتحتفل في كل مصر، الزملكاويه في كل مكان طلعوا دلوقتي وبيحتفلوا بفرقتهم وبناديهم وبيفتخروا، ودايما بنفتخر بنادي الزمالك. وانا بشوف دايما كل الناس صبري. بتقول ان نادي الزمالك احنا بنشجعه علشان يكسب مش علشان بيكسب، فدي قناعه جمهور نادي الزمالك. ولا عزاء يا كابتن صبري للي يقول لك ما تروحوش السعوديه والكره مش هتيجي في العارضه، لا عزاء لهؤلاء الاشخاص، ولا عزاء للاشخاص اللي بتقول لك زي ما حضرتك بتقول لي اهو الشوارع مليانه،
لا عزاء للاشخاص اللي تقول لك مصر بتنمت علينا لو فريق معين ما كسبش، مش حقيقي. مصر فرحانه احنا جدا. احنا نيرة مش هنبص لحد ولا هنتكلم على حد، احنا هنتكلم على فرقتنا. منتظرين منكم، منتظرين منكم كمان كمجلس اداره الكثير والكثير بخصوص فريق الكره، وان شاء الله الكوماندوس في اليد والطايره والسله يرجعوا لسابق عهدهم للرياده ان شاء الله، سواء المحليه او الافريقيه. نيرة بشكرك شكرا جزيلا، ومنتظرينا في القناه.